اهلا بيكم، برحب بيكم في حلقه جديده النهارده عن الابراج. والنهارده هنعمل ترتيب جديد للابراج بناء على طلبكم. انتم مين هم الابراج الحبيبه؟ اللي هو البرج الحبيب قوي، اللي هو بقى اي رومانتيكي جدا جدا ورومانسي قوي قوي. طيب قبل بدايه الحلقه هسالكم سؤال وكلكم تجاوبوني تحت في الكومنت، سواء بتفرجوا عليا دلوقتي عشان البرودكاست ده او اللايف ده بيتحط على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك في نفس الوقت. قولوا لي انت بتشوف نفسك ان انت شخص حبيب بنسبه كام في الميه او رومانسي بنسبه كام في الميه، وانت برج ايه؟ اوكي، ده سؤال الحلقه، وعايزكم كلكم طول ما انا بتكلم تقولوا لي انتوا بتشوفوا نفسكم حبيبين بنسبه كام في الميه او رومانسيين بنسبه كام في الميه، وانتوا برج ايه؟ انا هبتدي بنفسي. انا برج العذراء، بشوف نفسي ان انا رومانسيه بنسبه 60% او 65%، وده طبعا لما بكون بحب حب حقيقي. فكلكم يلا جاوبوا على نفس الطريقه بتاعتي. تعالوا بقى نرتب الابراج، مين هم الابراج الحبيبه جدا جدا. هنقول بقى اكتر برج حبيب اللي هو المرتبه الاولى، وعايزاكم تتوقعوا مين اكتر ثلاث ابراج حبيبه واكتر ثلاث ابراج يعني مش حبيبه يعني او مش رومانسيين قوي قوي. طيب نبتدي بالمركز ال 12، هل تتوقعوا مين المركز ال 12؟ بيتربع في المرتبة ال 12 بلا منافس برج الجدي. برج الجدي مش برج حبيب خالص، برج الجدي برج عملي، بيحب شغله قوي، بيحب يتوق في حياته، حياته العملية وعمله بتاخد المرتبة رقم واحد في حياته. فلو انت او انت في حب او في قصة حب مع برج الجدي، ما تحاولش تتنافس مع حياته العملية، ان هو هيختار بمنتهى الثلاثة حياته العملية ونجاحاته وانتصاراته. فبرج الجدي من أقل الأبراج اللي ممكن نقول عليه برج حبيب. هو كمان بيتكسف، فما بيعبرش عن حبه بسهولة، ومش سهل يحب كمان، يعني هو صعب يقع في الحب، مش بيحب بسهولة. وغير كده لما بيحب ما بيقولش كلام حلو بقى، وما بيبقاش حبيب قوي جدا. أنا شلت الطرحة عشان ما تقعدش تخيلني وكل شوية أقعد أعمل كويس. أنا لابسة هاي كول بس عشان إيه رقبتي ما تبانش، عشان رقبتي بتعمل قلق معرفش ليه. طيب نكمل بعد كده في المرتبه ال 11، وبجداره برضو يعني من غير اي منافس هيجي برج القوس. برج القوس برضو من الابراج اللي بيحبوا الفن، بيحبوا الهزار، بيحبوا الحياه، بس هم مش حبيبين خالص يعني، الا اذا وقعوا في حب حقيقي. بس هو عاده مش برج حبيب ولا بتاع كلام حلو ولا بتاع هدايا، هو بتاع تمطيط اكتر، بتاع تجديد، بتاع فن، بتاع هو مش روتيني. فهو ما اقدرش اقول اطلاقا على برج القوس ان هو برج حبيب اطلاقا، لا هو برج برضو بيحب الهزار والضحك والتنطيط والفرفشه والنعنشه والفن، بس هو مش حبيب اطلاقا. طيب نيجي لتالت برج مش حبيب معانا في الليستة بتاعتنا. وقعدت انا كنت محتاره كتير جدا ما بين ابراج كتير، بس حطيت برج الدلو وبجداره. برج الدلو مش برج هو برج عقلاني، برج منطقي، برج فيلسوف كده، بس مش حبيب، ما بيعبرش عن حبه كمان، وبيبقى غامض في الحب ومش سهل يقع في الحب. وبرج من الابراج الصعبه جدا جدا في الحب، ما تقدرش تفهمه. برج الدلو كمان من الابراج اللي مش بيحب بسهوله، يعني مش سهل ان هو يحب، ومش سهل، ولما بيحب بيكون غامض وصعب، ومش بيحب فكره الارتباط. فدولت اكتر ثلاث ابراج هنقول عليهم مش حبيبين خالص. نيجي بقى في المرتبه اللي في النص، يعني الناس اللي في النص دولت اللي هم ايه، وسطيين، مش حبيبه قوي يعني. في المرتبة التاسعة هيجي وابي جدارة برج العذراء، اللي هو برج زي ما قلت لكم ان انا ادي نفسي نسبة 60% رومانسية يعني. برج العذراء برج عملي، برج بيحب حياته العملية، لما بيحب حب حقيقي بيبقى رومانسي جدا، بس هو بيتكسف يعبر عن حبه، هو كخجول، فبالتالي مش هحطه في مراتب عالية، لان العذراء بيتكسف جدا، حتى لو بيحبك وبيموت فيك هيخلي افعاله تتحدث عن حبه وليس كلامه. يعني صعب جدا العذراء يقولك وحشتني، صعب يقولك بحبك، صعب يقولك كلمة حلوة، وهيبقى دايما مستني الاهتمام منك. يعني كمان العذراء مش من النوع اللي بيهتم بالحبيب، لا هو عايز الاهتمام وياخد اهتمام، مش بيدي اهتمام بسهولة، وده من نوع من انواع الخجل. يعني انا بتكسف فعلا انا كعذراء، ومش سهل ابين مشاعري، ده حقيقه. غير ان العذراء طموح جدا جدا، حياته العمليه مهمه في حقه قوي، وصعب الارضاء. العذراء عنده هاي ستاندردز، يعني اللي هي معايير عاليه جدا، فعشان يلاقي الشخص ده اصلا مش سهل يقع في الحب، ومش سهل يعجبه حد. فالعذراء اصلا مع نفسه كده. طيب في المرتبه الثامنه هيجي عندنا، لا بصوا، طب في حاجه بقى انا اتلخبطت يا جماعه عشان الترتيب اهوت. برج الجوزاء يجي قبل العذراء، يعني الجوزاء هيبقى في المرتبه الثامنه، تسعة العذراء في يعني الجوزاء ترتيبه قبل العذراء، عشان انا عامله بصوا انا كاتبه سهم كده وانا لخبطت.
فالجوزاء مش شخص رومانسي خالص. الجوزاء بقى برضه زي القوس عايز فن، عايز تنطيط، مش بيحب الارتباط قوي. الجوزاء شخص ما بيحب بيهرب من الارتباط، والعذراء على فكره ما بيحبش الارتباط بسهوله لان العذراء متسلط. الجوزاء بقى عايز يعيش حياته، عايز ينطلق، عايز يتنطط، فمش سهل ان هو يقع في الحب، وهو ما بيحبش بقى الرومانسيه ومش رومانسي. الجوزاء مش رومانسي، ودايما هتلاقي الناس بتوع برج الجوزاء من الابراج اللي بتتاخر في الارتباط. والجوزاء برضه مش هتلاقيه من نوعيه الناس اللي بتهتم، بس عايز اهتمام اكتر. بس في بوينت عايزه اقولها، ان الست العذراء والست الجوزاء اكثر رومانسيه من رجل الجوزاء ورجل العذراء. يعني انا هقيس ست براجل في المرحله دي، لا، ستات العذراء رومانسيين اكتر من راجل العذراء، وستات الجوزاء رومانسيين اكتر من رجاله الجوزاء. فدول في المرحله الوسط. يجي بقى عندنا في المرتبه السابعه، بدانا خلاص ندخل للناس اللي هم الايه اكثر رومانسيه شويه، هيجي برضو عندنا في القمه برج الاسد. برج الاسد هو في النص، ولا هو رومانسي قوي قوي ولا هو عقلاني جدا، هو حد وسط. بس الاسد حنين، الاسد لما بيحب بجد بيكون رومانسي جدا. بس الاسد انا ما حطيتهوش في الابراج الرومانسيه قوي، لان الاسد عنده حب الانا بتاعته، حبه لعظمته لنفسه اقوى من حبه لحبيبه. فمهما كان بيحب شريكه، الا ان حبه في نفسه وحبه لذاته وحبه لقيمه ذاته هتتفوق عن حبه لحبيبه. فالاسد في المراحل النص. خلاص بقى احنا كده وصلنا لاكتر ست ابراج حبيبه، يعني دول التوب 6 الست ابراج اللي احنا هنقول عليهم دولت رومانسيين وحبيبه من الطراز الاول. طيب هيجي عندنا في المرتبه السادسه وبجداره برج الحمل. برج الحمل برج رومانسي، برج ناري، ففي العاطفه بتاعته فيها باشن، باشن يعني فيها لهفه، فيها شوق، فيها. فالحمل من اكتر الابراج الرومانسيه الحبيبه. والحمل كمان فيه ميزه حلوه جدا، ان هو عشان ناري مندفع فبيعبر عن مشاعره بالكلام. فلما انت تكون بتحب حمل هتعرف ان هو بيحبك اصلا من غير ما يتكلم، لان هو هيقول كلام حلو، هيعبر، وهو حتى تاتشي يعني بيعبر باللمس وبيعبر بالكلام وبيعبر بالافعال. ولما بيحب حد بيبقى very protective معاه. فالحمل من اكتر الابراج الحبيبه. يتفوق عليه في المرتبه الخامسه على طول هيجي برج السرطان. برج السرطان بقى من اكتر الابراج الرومانتيكيه العاطفيه الحبيبه من الطراز الاول. يا جماعه بيحبوا الحب، هم اصلا بياخدوا الباور بتاعتهم من الحب، يعني هم دايما في احتياج لطاقه حب، بيحبوا يعيشوا قصه الحب، بيحبوا يعيشوا الحب بحذافيره. ده غير ان هم رومانسيين بقى، دول بتوع ورد وبتوع كلام حب، وبقى هتلاقي دايما الناس بتوع برج العذراء يبعتوا لكم يقولوا لك احبك حبا، يعني على طول بقى كلام حلو ومسجز رومانسيه. مع ان السرطان رومانسي وبس خجول، يعني السرطان بيتكسف، بس هو هيعبر عن حبه، وانا شايفاه حبيب قوي جدا جدا. يبقى احنا كده خلاص وصلنا للتوب 4. عايزاكم تتوقعوا مين هم اكتر اربع ابراج رومانسيين، وتوقعوا لي التوب 3 ماشي. طيب في المرتبه الرابعه هيجي عندنا برج هوائي، وهو برج الميزان. برج الميزان برضو من الابراج الحبيبه بقى الرومانسيه جدا جدا جدا، اللي بيحبوا الحب، ولما بيحبوا بيبقوا كرمة قوي في حبهم ومعطائين. هو اصلا شخص كريم وبقى بروتكتيف مع اللي بيحبه، غيور، فهو حبيب درجه اولى، وتلاقيه بيهتم بتفاصيل تفاصيل اللي بيحبه. طيب وصلنا لاول ثلاث ابراج حبيبه درجه اولى بنسبه 100%. انا مش شايفه في فروق كبيره ما بينهم، بس اول اتنين دول حبيبين قوي، التالت ده ممكن شويه، والتالت ده مفاجاه. يعني انا اعتقد ان برج التالت ده مفاجاه للجميع، لان هو ما يبانش عليه، هو سهن في نفسه كده، سوسه. انا دايما بقول على البرج ده سوسه يا جماعه. طيب في المرتبه الثالثه هيجي برج الثور. برج الثور الترابي، مع ان هو ترابي يعني داون تو ايرث، الا ان برج الثور حبيب جدا ورومانسي جدا جدا وحنين ومعطاء في الحب. الثور عنده عطاء في الحب، عنده جيفر في الحب، وحنين جدا جدا، ولما بيحب بيكون مخلص. وده انا عشان كده حطيته في المراتب الاولى، يمكن هو من اكتر الابراج اخلاصا في الحب. ولما بيحب حد ما بيشوفش حد غيره اصلا حواليه، وبيبقى فول ادكتد للشخص اللي هو بيحبه. فالثور شئنا او ابينا هو من اكتر الابراج الحبيبه الرومانسيه، بالرغم من ان هو برضو طموح وبيحب شغله وعملي جدا، الا ان هو ما بيعبرش عن حبه. يعني الثور هيعبر عن حبه بافعال لا اقوال، يعني مش هقول لك اي كلام حلو، مش هقول لك وحشتني، بس افعاله هتبين لك ان هو بيحبك، هيبقى فيري بروتكتيف، غيور عليك جدا، وانت بتاعه عنده حب تملك قوي قوي قوي. فانت بتاعه محدش هيلمسك غيري، ومحدش هيجي ناحيتك غيري، لان انت ملكي، عنده حب تملك، حب سيطره قوي جدا. ولما بيحب حد بيسيب كل حاجه في الحياه ويبقى مركز عليه هو فقط لا غير.
طيب وصلنا للتوب 2، مين اول برجين رومانتيكيين يا جماعه؟ كان في معركه شرسه ما بينهم ومنافسه قويه جدا لدرجه كل شويه كنت اقول لا ده الاول لا ده التاني لا ده اقعد ابدل. عمر ما تنامش، معلش يا جماعه اصل انا قلب ابني نظام نوم ومش عايزاه ينام، اوعى تنام. طيب في المرتبه الثانيه عايزاكم تتوقعوا برج العقرب. برج العقرب برج رومانسي رومانسي حساس، الثور كمان حساس على فكره، حبيب بقى ايه حبيب كلامه وحبيب افعاله وحبيب ورد ودباديب واحضان وكل حاجه. تلاقي برج العقرب ده بيدلدق حنان على راي حسين الجسم، عمال حواليه كده هاله حب قويه جدا جدا، بروتكتيف غيور، بيحب اللي بيحبه ده يبقى بتاعه، هو عنده حب تملك زي الثور، غيور جدا، عاشق للحب، يعني عاشق للحب من الطراز الاول. والعقرب بيبين الحب، بيبين الاهتمام وبيهتم جدا على فكره، وبرغم انه هو غامض بس هيعرف يهتم بحبيبه. طيب كده كلكم خلاص بلا استثناء عرفتوا مين توب 1، مين توب 1 في الابراج، وهو برج مائي طبعا، هو برج الحوت الحبيب جدا يا جماعه. برج الحب ده بقى عارفين انتوا سوما العاشق، العاشق الولهان اللي عنده اهم حاجه في حياته الحب، اهم حاجه في حياته العشق بقى والوهله، ممكن يضيع هو مش مشكله، عنده الشغل مش مهم النجاح، عنده الحب حاجه اساسيه في حياته، ما يقدرش يعيش من غير حب، بيتغذى بالحب، بيحب يبقى عايش قصه حب، بيهتم جدا جدا باللي بيحبه، بيقول كلام حلو، وممكن يبقى فول ديديكيتد كده للشخص اللي هو بيحبه، هيديله حب، هيديله عطاء، معطاء جدا جدا، كريم في مشاعره، كريم حتى جنرالي. هو برج عاشق من الطراز الاول، وهو ما فيش حد بينافسه يمكن غير العقرب. طيب اكتر تلات ابراج حبيبه، توب 1 حوت، توب 2 عقرب، توب 3 المفاجاه بتاعتنا الثور. اكتر تلات ابراج مش حبيبه خالص او مش رومانسيين قوي، جدي قوس ودلو. قولوا لي بقى انتوا شايفين ايه، قولوا لي انت بشوف نفسك حبيب بنسبه كام في الميه وانت برج ايه؟ انا رشا، انا برج العذراء، بشوف نفسي بنسبه 60% او 65%. قولوا لي مين تلات اكتر تلات ابراج اتعاملتوا معاهم في علاقه عاطفيه وكانوا رومانسيين وحبيبين قوي، مين اكتر تلات ابراج اتعاملتوا معاهم ما كانوش حبيبه ولا رومانسيين خالص خالص خالص. ثانك يو بجد، عايزاك كلكم تفولو مي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، واشوفكم فيديو تاني، وقولوا لي بتابعوني من فين.